أخطر 10 مطاردات مستحيلة بين الشرطة وسائقين يتسمون بالجنون. السلام عليكم مشاهدي قناة لمحة الكرام. كثيرا ما نشاهد مطاردات الشرطة للمجرمين في الأفلام السينمائية، وكثير من هذه المطاردات يبلغ قمة الإثارة والتشويق، لكن في نهاية الأمر هذه أحداث سينمائية لا تمت للواقع بأي صلة. لكننا اليوم سوف نعرض لكم مطاردات حقيقية أحداثها لم ترد على ذهن أعظم الكاتبين السينمائيين، ولو لم يتم تصويرها لن تصدقوا أبدا أن هذه الأحداث ليست من نسيج الخيال. قبل مشاهدة الفيديو اشترك في القناة وقم بتفعيل زر الجرس ليصلك إشعار بالفيديو الجديد. في المرتبة الأولى دبابة على الطريق السريع، البداية بأكثر مطاردة ملحمية حدثت في تاريخ الولايات المتحدة. في عام 1995 شاب يدعى شون نيلسون تمكن من سرقة دبابة M60 والتي يصل وزنها إلى 57 طنا، وانطلق مدمرا كل شيء في طريقه. طاردته الشرطة لكنها لم تكن تعرف كيفية إيقاف هذا الوحش ذو الأسلحة الفتاكة. بدأ شون طريقه بدهس سيارة واستمر في طريقه مدمرا السيارات والشاحنات المتوقفة على جانب الطريق، وأيضا صنابير مياه الإطفاء وأعمدة إشارات المرور حتى الجدار الفاصل بين الطرق. لم يسلم من الدمار، وبعد 15 دقيقة من المطاردة حاول شون الاصطدام بالدبابة بأحد أعمدة جسر للمشاة لكنه فشل. وفي الوقت الذي اعتقد الجميع أن المطاردة انتهت استدارت الدبابة مكملة طريقها المدمر، ولكن بعد كيلومتر وعند محاولة تدمير الحاجز الفاصل بين الطرق تعطلت الدبابة. انتهزت الشرطة الفرصة وحاصرته لكنه رفض الاستسلام، مما دفع أحد رجال الشرطة لإطلاق النار عليه. وشملت الخسائر 40 سيارة مدمرة وعشرات من أعمدة إشارات المرور وصنابير الإطفاء، ولكن لحسن الحظ لم يتأذى أحد. في المرتبة الثانية مطاردات بحرية، التي لدينا مطاردة أخرى لكن في البحر، حيث سرق رجلان زورقا سريع وبعد فترة طاردتهم شرطة المواني. ثم حدثت المفاجأة، لم يحال السارقان في الهرب بسرعة، اتخذ رجلان قرارا طائشا فلقد قررا إغراق قارب الشرطة الكبير، وذلك عن طريق الاصطدام به. بعد عدة محاولات من الاصطدام والالتفاف لم يستطيعوا الحاق أي ضرر يذكر بقوارب الشرطة، ونفذ الوقود وتمكن الشرطة من اعتقالهما، والفضل يرجع إلى غبائهما. وفي مطاردة مشابهة الجيش الروسي يحاول إيقاف سفينة صيد غير شرعية، ولكنهم لم يستسلموا حتى بعد إطلاق الطلقات التحذيرية التي لم تردعهم عن محاولة الاصطدام بسفن الجيش. ونتيجة الاصطدام سقط أحد الصيادين في الماء، لم يعثر عليه أبدا وأوقف الجيش الروسي الآخرون. في المرتبة الثالثة شاحنات مجنونة، وما زلنا في روسيا لكن على الطريق السريع. سائق شاحنة محملة بسيارات جديدة يقود بسرعة جنونية، ولكن الشرطة تطارده حتى لا يلحق الأذى بأحد، لكنه يتمايل يسارا ويمينا حتى يمنعهم من إيقافه. وفي الطريق يطيح بسيارة صغيرة بعيدا، والمثير للسخرية يحاول أحد رجال الشرطة إيقافه عن طريق إلقاء الحجارة عليه. وبعد مطاردة طويلة تمكنت الشرطة من القبض عليه بعد تعطيل شاحنته، وتبين أن السائق كان مخمورا. لا حقا، قال السائق أنه لا يستطيع تذكر أي شيء مما حدث. ومثل هذه المطاردات تحدث كثيرا في الولايات المتحدة. ها هي مطاردة أخرى لشاحنة محملة بالأخشاب، وفي مشهد لا يحدث إلا في الأفلام السينمائية. أطلقت الشرطة النار على خزان الوقود فاشتعل، واشتعلت النيران في مؤخرة الشاحنة. مع ذلك أصر السائق على الهروب، وليزداد المشهد إثارة تنفصل إحدى الإطارات المشتعلة عن الشاحنة، وتحاول الشرطة إيقاف السائق المتهور وذلك بإطلاق النار عليه، لكن السائق استمر في قيادته المتهورة. لاحقا تسقط الأخشاب من الشاحنة على الطريق وكادت تصطدم بحافلة، لكن سائق الحافلة تفادى التصادم في الثواني الأخيرة. واستمرت المطاردة المثيرة لشاحنة تسير بدون عجلات خلفية، لكن في النهاية توقفت الشاحنة تماما واعتقلت الشرطة السائق. مطاردات الشاحنات وحوادثها في الولايات المتحدة كثيرة جدا. في المرتبة الرابعة مطاردات مستحيلة، في روسيا تحدث مطاردات من نوع آخر من المركبات،
مثل مطاردات الحفارات. لا يقتصر الأمر على روسيا فقط، فهنا مطاردة مثيرة في المملكة المتحدة بين جرار مسروق والشرطة، واستمرت المطاردة طويلا إلى أن انحرف الجرار عن الطريق مدمرا بذلك سورا من الأشجار، ثم استمر في القيادة المتهورة إلى أحد المقابر المحلية مدمرا عدة شواهد قبور في طريقه قبل أن تتمكن الشرطة من اعتقاله، وقدرت الخسائر $23. أما أكثر مطاردة تاريخية لمثل هذا النوع من المركبات حدثت في أمريكا، لكن هذه المرة حفارة ضخمة يقود سائق بعقلية إجرامية انطلق في المدينة مدمرا كل ما في طريقه، كل شيء تقريبا، والسائق يدعى مارفن وهو ناقم على رجال الأعمال والسكان المحليين، ولقد خطط لهذه العملية منذ شهور، فقد حصن حفارته العملاقة بألواح من الصلب مبطنة بطبقات من الخرسانة لتفادي رصاص الشرطة، وقام بهذه العملية بسرية في ورشته الخاصة. وبينما تحاول الشرطة إيقاف هذا السائق المجنون، اختبأ السكان المحليون في منازلهم. بدأ مارفن عمليته الانتقامية بالبنك ثم متجر ثم مصنع خرسانة، ونال قسم الشرطة نصيب الأسد من انتقام مارفن، حتى منزل العمدة السابق لم يستم من التدمير. وبعد فترة وصلت القوات الخاصة ومعهم أسلحة خارقة للدروع، ولكنها لم تجدي نفعا، وفي محاولة لإنقاذ الوضع أحد السكان المحليين الذي يمتلك حفارا صغيرا حاول التصدي لقلعة مارفن المتحركة، لكن الأمر لم يجدي نفعا في بدايته وهرب من أمامه. واتجه مارفن إلى أهداف جديدة في شارع صغير، وهنا انتهز الرجل الشجاع الفرصة وأوقف حفارته بالعرض مغلقا الطريق على مارفن. ثم انهار أحد المنازل وتوقف محرك الحفار المدمر، ثم انقضت الشرطة على حفارة وتمكنوا من اعتقال مارفن، وقدرت الخسائر المالية $7 مليون، لكن لم يصب أحد بأذى رغم الدمار الهائل. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك.